الله وعشت يا يوسف لحد ما شفت انه الاهتمام الفعلي والحقيقي والواقعي بمسألة الاشتراطات البيئية ما بقاش مجرد وردة في عروة الجاكيتة. زمان كنا بنتعامل مع هذا الملف وردة في عروة الجاكيتة. اللي أنا أشوفه يمكن بعد التقرير ده واللي أشوفه في خلال شهور كثيرة مضت بصراحة، يعني لأ الملف عندنا بيتحرك بسرعة بسرعة قوي أنا ما كنتش أتصورها خالص. ما بقاش الاهتمام بالملف البيئي حالة رفاهية، بل بالعكس واضح إن الدولة مهتمة بيه بقوة باعتباره أمر أساسي. تيجي انت بقى دلوقتي كمان بتستعد ان انت في نوفمبر اللي جاي ان شاء الله هيبقى في عندك COP27 مؤتمر المناخ العالمي. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون وزيرة البيئة المصرية دكتور ياسمين فؤاد. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، ازيك؟ ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله كله زي الفل. انا يعني الحقيقة مبسوط جدا لان انا كنت لسه بقول ياه انا وصلت بالزمن ان انا اشوف انه الاهتمام بجد بهذا الملف هو اهتمام فعلي وحقيقي وفعال، مش وردة في عروة الجاكيتة نتباهى بيها وخلاص. هو فعلا كده. يمكن فاكر احنا في الكذا مداخلة اللي فاتوا كان دايما بقولك المشكلة بتاعت ملف البيئة مش في مصر بس، في الدول كثيرة جدا من العالم، ان انت تعمل التوازن ما بين التنمية والبيئة. وكان دايما مصطلحات زي ما انت ما قلت برضو في المداخلة بتاعتك ان البيئة ضربا من الرفاهية، او البيئة معرقل للاستثمار، او البيئة، وكان دايما في عندنا بالذات يقولوا بتوع البيئة. أيوة. ينزلوا علينا زي المفتشين غرامات غرامات غرامات، ما بنلحقش نشم نفس. ويمكن انا برضو شرحت برضو في كذا مداخلة فكرة، ويمكن كل مرة أنت بتعمل مداخلة بيبقى فيه محور معين بنتناوله. صحيح. فكرة تطوير القطاع البيئي بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في 2019. إيه هو تطوير القطاع البيئي؟ هو فكرة ربط البيئة بالاقتصاد. بلاش نتكلم على البيئة في معزل عن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، لأن أول لما أنت بتحطه على جنب وتتعامل بيه هو المعادلة تبقى خسرانة مليون في المية. اللي احنا شفناه النهاردة في الجولة ده الحقيقة هو جزء من هذا التطوير، لأن في 2020 أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار مهم جدا، وهو مراجعة جميع محطات الصرف الصناعي والصحي على مستوى الجمهورية. حلو. اللجنة دي برئاسة وزارة البيئة فيها كل الوزارات المعنية، عندك الصحة، عندك الصناعة، عندك الإسكان، عندك الموارد المائية والري، عندك التنمية المحلية عشان المحافظة. عملنا إيه في 2020؟ نزلنا على الجمهورية كلها، قسمناها مناطق الصناعية، ابتدينا نراجع. وإحنا بنراجع ولقينا مخالفات، وده طبيعي جدا لأن هي مشاكل متكدسة بقالها سنوات لم يتم علاجها. ابتدينا ان احنا نعمل حاجه اسمها خطط الاقصاء. يعني ايه؟ يعني انا بروح المنشاه بقول له طب انت دلوقتي حضرتك ما عندكش محطه معالجه وانت مصنع اي بي سي عشان تتوافق مع الاشتراطات البيئيه، ما تقوليش انا عامل سجل بيئي بحصر كميه الانبعاثات بتاعتي وببتدي اشوف كميه الميه اللي طالعه وبشوف مثلا المخلفات، وانت فعليا اهم حاجه في المصنع ان انت تبقى عندك محطه بتعالج الصرف الصناعي. صح. لقينا ده مش موجود. القانون بيقول لك ايه؟ ادي مخالفه وحول محضر. طب هو انا لما اديت مخالفه وحولت محضر، لان هي دي الطريقه التقليديه اللي كانت بتتبع قبل كده، هل حلينا المشكله؟ ما غيرتش حاجه في الواقع. بالظبط، ما حلتش المشكله. فاللي احنا ابتدينا نعمله بعد ما رجعنا وطلبنا انهم يعملوا خطط اصلاح بجدول زمني، نزلنا ابتدينا نساعد المصانع دي. انا النهارده كنت سعيده جدا، دي تاني جوله ليا للمنطقه الصناعيه في 6 اكتوبر، لان اللي انا سمعته من اصحاب المصانع كان مختلف. يعني بيقولوا لي الفكر بتاع البيئه اختلف، احنا بقينا بنحب بتوع البيئه يجوا لنا لان هم بيساعدونا، بقوا دلوقتي بيتابعوا ورانا، بقوا بيقولوا لنا لا الحته دي تتعمل بالطريقه الفلانيه. التكلفه اللي اتعملت بيها محطات الصرف الصناعي اللي النهارده احنا افتتحناها كانت الحقيقة اقتصادية بنسبة 100%، ما بين محطة سعرها 4 مليون جنيه ل5 ل6
شوف كمية المياه اللي تم استرجاعها مرة أخرى بعد ما تم طبعا خلوها من الشوائب والمواد الصلبة العالقة اللي فيها، إنهم بقوا بيستخدموها تاني يا إما في العملية الإنتاجية في بعض المصانع اللي كانت عندها يعني ملاءة مالية إنها تعمل ده، أو أضعف الإيمان لما عالجوا المية عملوا بيها روي للمناطق أو المساحات الخضراء اللي موجودة. فبقى النهاردة الاستفادة مرتين، مرة أنا قللت استخدامي للمية صح، فبالتالي عاد عليا بالنفع في الفاتورة اقتصاديا طبعا، ومرة تانية أنا زرعت الشجر بنفس المية اللي أنا قعدت استخدامها، فبالتالي أنا وفرت المية اللي أنا كنت بستخدمها بعد كده سواء بجيب عربيات مية عكرة أو حاجة عشان أروي بيها الزرع. صح. فأنا البرسنتج اللي تقلي النهاردة ما بين 2020 ل 2022 يعني أقل من سنتين فعليا، كان بيتراوح ما بين 27% ل 38% من الوفر الاقتصادي لهذه المصانع على حسب حجم المحطة. حلو قوي. طبعا ده شيء رائع. حلو قوي. يعني أنا بتكلم إن أنا أقدر أوفي في خلال 4 سنين وتزلل محطة المعالجة موجودة معايا بعمرها الافتراضي. بالظبط، وان انا كمان بتوفر لي اقتصاديا طبعا. وفي بعض المصانع عملت حاجه ثانيه بقى يعني كانت رائعه. هي بص بتتعمل على مرحلتين، خليني اقول لك المرحله البدائيه ان انت بتاخد الميه بتعدي مع على كميه من العمليات الكيميائيه اللي بتنظف الميه دي، يعني ما عندك ميه مش نظيفه فيها شوائب فيها مواد صلبه عالقه فيها كيماويات على حسب نوع المنشاه، بتطلع بعد كده ميه نظيفه. الميه دي عندك حاجه من الاثنين، يا اما ان انت بتاخدها مباشر وتصرفها على الشبكه العموميه وده اضعف الايمان فانت كده وفيت الاشتراط البيئي، يا اما ان انت تاخد الميه دي هي متعالجه مش هتعمل مش هتروي شجر مثمر، هتروي اشجار خشبيه وزينه. فابتديت ان انا اروي بيها المساحات الخضراء اللي عندي فانا وفرت كميه الميه اللي انا كنت بستخدمها، يا اما الجزء الثاني بقى اللي هي الجزء الثاني من المحطه ان انت تعيد استخدام يعني تنظفها اكتر وتعيد استخدامها في عمليات التسخين، فبالتالي انت وفرت من كميه الميه اللي داخله، فانت اللي دخلك عالجته مرتين ورجعت استخدمت جزء منه في العمليه الانتاجيه. صح ماشي. فدي اسمها الدايره المغلقه. فأنا طبعا النهاردة كنت مبسوطة جدا، وشركات على مستوى مختلف يعني احنا النهاردة كنا بنزور شركة بتاعة بتروكيماويات، واللي أنا عايز أقوله برضو اللي أنا كنت بقوله من سنة، يا جماعة احنا النهاردة لما بنتوافق مع الاشتراطات البيئية ولم نتوافق، ما عندي تو سيناريوز، يا إما أنت متوافق إما مش متوافق. لو أنت النهاردة متوافق أنت النهاردة بتدي فرصة للمنتج بتاعك انه يطلع للعالميه طبعا، لان انت لو مش هتتوافق والعالم كله عمال يتغير حواليك وبيضع اشتراطات مش هياخد المنتج بتاعك طبعا، مش هتفضل موجود جوه البلد يعني انت فاهم انا قصدي ايه، جوه البطبخ بتاعك. ده الناس متصوره يا دكتور انه المنتج ده لو انه معمول بمواد قد تكون، هم مش قادرين يعرفوا انه بره في اوروبا على سبيل المثال بيبقى عاوز يعرف مراحل الانتاج. صح. سببت حمل بيئي قد ايه علشان لو اكتر من الاشتراطات الاوروبيه مش هناخد المنتج. صح ده ان هو مش مجرد المنتج النهائي اللايف سايكل اسسمنت كلها من اول ما ابتدى لغايه ما خرج كمنتج، العمليه الانتاجيه هل كانت بتوفر طاقه؟ هل كانت بتوفر ميه؟ هل ما طلعتش انبعاثات؟ الحاجه الجميله كمان ان انت النهارده وانت داخل اربط لي ده بقى بمؤتمر المناخ. ايوه. وانت داخل النهارده الحد ممكن يقول لي ايه طب ايه علاقه معلش يعني محطات الصرف الصناعي بمؤتمر المناخ؟ المناخ احنا فاهمين طول عمرنا ان هو انبعاثات. ليه علاقة؟ انت النهاردة عندك تأثير لتغير المناخ على الموارد المائية. صحيح. فانا النهاردة فكرة اعادة استخدام المياه او اعادة تدوير المياه مرة اخرى دي نوع من عمليات التكيف في دولة لديها مشكلة في المياه. المياه عندها مشكلة فيها ان هي موارد المائية بتاعتها مش كتيرة. طبعا. فانت النهاردة لما بتعمل محطات صرف صناعي بتعالج المياه وتعيد استخدامها، واحد ده نوع من انواع التكيف. اتنين المصانع اللي عملت ترشيد في استهلاك الطاقة من خلال الكمبريسرز من خلال ان هي اقل حاجة غيرت اللمبات اللي موجودة
عندها حطت فلاتر، كل ده الحقيقه بيقلل نسبه الانبعاثات، وده شفناه بارقام حقيقيه. يعني احنا النهارده لما رحنا قلنا في 2019 هنقيس، وفي 2022 قست، لا في كميه من ثاني اكسيد الكربون او الاكسيد الكربون الكبريت نزلت بارقام يعني كبيره جدا، لمجرد انه عمل محطه وابتدى يشتغل انه يغير شويه لمبات، فبقى عنده وفر اقتصادي، بقى متوافق بيئيا. شركه البتروكيماويات دي بتصدر ل 40 دوله في الخارج. لو هي النهارده ما كانتش متوافقه وابتدت تطور نفسها، هي كان عندها على فكره محطه معالجه، واللي احنا طلبناه منها ان هي تطور نفسها، لان وهي بتتوسع في الانتاج لازم تتوسع وتطور من عمليات المعالجه، والا مش هيستوعب المحطه، مش هتستوعب. بيحصل حاجه اسمها باي باس، يعني بتدخل كميه هي القدره بتاعتها كده، لو انت استخدمت كميه ميه اكتر هتعدي تاني على الشبكه مش معالجه. فطبعا يعني حاجه الحقيقه رائعه، واستجابه سريعه الحقيقه من جهاز مدينه 6 اكتوبر. لازم ان انا اوجه لهم كل الشكر والتقدير، لان البيئه لوحدها مش هتقدر تعمل حاجه. يعني برغم ان احنا بندي وبدأنا ندي قروض ميسرة ب 3.5% من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، ونساعد المصانع بان احنا بنعمل لهم احنا دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة الفنية. لو ما كانش عندي محليات قوية ونازلة معايا او مجتمعات عمرانية قوية وبتتابع معايا وبتشتغل معايا، ما كناش هنقدر ان احنا معلش السنة نخلص ده. احنا القرار طلع لنا 2020، قدموا الخطه 2021، المصانع اللي احنا شفناها النهارده في 8 شهور كانت مخلصه محطات المعالجه. طيب دكتور ياسمين، يمكن واحنا بنتكلم في ده بصراحه انا قاعد مشغول بنوفمبر اللي جاي وقمه المناخ. كلنا والله كلنا بجد. مش انت لوحدك، بس انا عاده بتشغل بحاجات انا عارف ان انا كل ما بقولها بتتحكي والله العظيم. بس انا انا خيالي بيشطح. يعني هو احنا يعني ان شاء الله لو اسعدني الحظ مثلا وكنت انا موجود في شرم الشيخ، احنا هنتحرك جوه بعربيات ايه؟ كهرباء بجد. مدينه شرم الشيخ تم تحويلها لمدينه صديقه للبيئه. من اول حاجه احنا بنعملها هي يا اتوبيسات نقل كهربائي يا اتوبيسات بتعمل بالغاز الطبيعي، بما فيها العربيات اللي احنا بنحاول نجيبها دلوقتي عشان الوفود. جوه بقى القاعة، خلي بالك مؤتمر المناخ مؤتمر كبير جدا، يعني طبعا. انت بجد والله يعني اللي حضر مؤتمرات المناخ بنيجي على الاسبوع الثاني، صرف النظر بقى ان احنا بنشتغل قد ايه، ما بنقدرش نلبس جزم عاديه، فكله ممكن يلبس جزم كاوتش طبعا، من كتر المشي بتمشي طبعا كميات كبيره جدا، كيلو واتنين كيلو. فاحنا عاملين حتى عجل جوه، عجل كهرباء، عجل كهرباء وعجل عادي، وعجل عادي لان في العجل العادي اللي هي بالبدال. في دول سالتنا ما بين المسافة مثلا ما بين المنطقة الزرقاء اللي هو المكان الرئيسي لإنعقاد المؤتمر والمنطقة الخضراء، وهي المنطقة المخصصة للشباب والمجتمع المدني والمشروعات القومية وما إلى آخره، دي مسافة كبيرة يعني ممكن تضطر تمشي ربع ساعة ماشي أو تلت ساعة. فسألونا طب هو في عجل، فابتدينا الدول في دول الحقيقة سألت السؤال ده، فابتدينا ندخل منظومة عجل، مش كمية كبيرة بس ابتدينا يبقى في عجل، في عربيات زي جولف كار هتبقى موجودة داخل قاعة المؤتمرات، في أتوبيسات بالنقل الكهربائي والشحن، في الأتوبيسات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي، وفي عربيات. احنا بنحاول على حسب يعني، بص ان انت التحدي الكبير على فكرة أمامنا ان احنا بنعمل ده في 11 شهر. انا معانا اللي يضحك في الموضوع ايه، انا مشغول بهو العربيات اللي هتجيب زعماء العالم دي هتبقى كهربا. بالظبط، بس دي هتبقى عربيات شياكه، دي عربيات شياكه والمحطات بتاعت الشحن، وبننزل كل شويه شرم وزمايلي سواء وزير الكهرباء او وزير النقل هو المسؤول الحقيقه عن هذه المنظومه. المسارات احنا بنعمل دلوقتي مع وزير الاتصالات ابلكيشن اسمه رحله المشارك، البارتيسيبنتس جيرني، دي من اول ما بينزل للمطار هيروح الاوتيل ازاي، هياخد عربيه المسار بتاعه، لو هياخد اتوبيس الاتوبيس هيقف عند انهي حته، هينزل هيتعمل التفتيش الامني ازاي عند المبنى، المكان اللي هيحضر فيه هيحصل له ريمايندر لو هو حاجز مثلا في جلسه معينه. لا كميه الشغل اللي بيتعمل تحضيرا للمؤتمر، ليس فقط انا في وجهه نظري بكل المؤتمرات اللي انا حضرتها وانا بدعي انا حضرت لا يقل عن 15 مؤتمر مناخ، لا يعني اكبر بكتير من دول كتيره استضافت ده.
طيب وبشهادة دول كتيرة. ربنا هيخليني يا رب يتمهلنا على خير يا رب. ده هيخليني هسأل بقى سؤال قد يبدو السيناريو الاستباقي أو حلمي بصراحة. أنا من الناس اللي بتحلم فعلا بأن أنا أصنع العربيات الكهرباء اللي في مصر. بعد المؤتمر ده هل هلاقي أنه في التعاون المثمر البناء ما بين وزارة البيئة وقطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة في أن أنا يبقى في عندي تصنيع لأكتر من ماركة عربيات كهرباء، يعني منها الغالي قوي زي اللي هيركبوه قادة وزعماء دول العالم اللي أنا نفسي أخد بيها لفة دي؟ نفسي أمل حياتي والله العظيم ناخد بيها لفة. لا بص هيبقى إلى سيارات اقتصادية يعني. بص هقول لك على حاجة، إحنا زي ما أنت بتقول أنا بحلم، معظم الدول اللي استضافت مؤتمرات المناخ عندها حصل نقلة كبيرة في هذا الملف. حلو. ليه؟ لأن أنت بتتاح ليك شراكات مع قطاع خاص، بتتاح ليك تمويل مثلا من بنوك تنموية دولية، بيتاح ليك نوع من أنواع التكنولوجيات. فطبعا إحنا من خلال الشق بتاع النقل المستدام، وهي أحد الموضوعات التي سيتم مناقشتها ضمن البرنامج الرئاسي وليس الأجندة الرئيسية للمؤتمر، هيتيح لنا أن احنا نكمل المشوار ده وننفذ استراتيجية تصنيع السيارات. احنا عملنا الاستراتيجية دي من كام شهر في مجلس الوزراء، تم اعتمادها ووزير المالية نزل حوافز عشان التصنيع بتاع دكتور مصطفى أعلن عنها ونزلناها تبع قانون الاستثمار. فأعتقد وجود ده مع استراتيجية للمناخ مع خطة المساهمات الوطنية اللي هي التزام عليا تبع الاتفاقية اللي سيادة الرئيس أطلقها في شهر 7 قبل ما يجي المؤتمر عندنا، مع وجود جلسات للنقل المستدام، مع أن الناس تيجي تشوف إحنا فكرة إيه، إحنا ليه بنحول شرم الشيخ وليه بنعمل كل ده. أنا بنقول ده مؤتمر تنفيذ، يعني جمهورية مصر العربية نفسها إن ما يتم تداوله من كلمات وأقاويل داخل قاعة المؤتمرات الناس تطلع بره القاعه تشوفه فعليا، ما نبقاش احنا بنتكلم كلام ومفيش تنفيذ على الارض. حلو. وده مجهود كبير جدا وتمويل كبير جدا، لكن هذه الدوله تستحق ان هي تبقى في اعلى الاماكن وتستطيع ان هي تنفذ ما تقول. 100% مظبوط. والله ربنا يوفقكم، يعني انا دايما عندي الاحساس بتاع المؤتمر ده بكره، فشدوا حيلكم بقى ربنا يوفقكم واحنا كلنا معاكم يعني. وبالذات مساله التصنيع بتاع الكهرباء ده هبقى فرحان فرحه والله العظيم. انا بشكرك جدا يا دكتور ياسمين. ميرسي. مش عارف اشكرك ازاي، الف شكر دايما على استجابه حضرتك لمكالماتنا وللتواصل معانا. كل الشكر تحت امر حضرتك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. الف شكر يا فندم، الف شكر لحضرتك دكتور ياسمين فؤاد وزيره البيئه بجمهوريه مصر العربيه.